السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تيفي. نتمنىكم تكونوا جميعا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنبقاو مع وصفات متنوعة بالشوفان، كلها زوينة ولذيذة وسهلة وبسيطة في التحضير ديالها. نبداو على بركة الله بالوصفة الاولى اللي غنحتاجو فيها. عندي هنا كاس لاروب، كاس صغير كيف كتشوفوا، تقريبا بالملعقة الكبيرة عندي واحد 3 المعالق حتى 4 ديال الشوفان، رقائق الشوفان. عندي 2 معالق عفوا، عندي 2 بيضات، وبالنسبة للقزبر ومعدنوس فعندي واحد ربيطة تقريبا ملي قطعتها عندي واحد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. إذا غادي ناخدو دوك 3 المعالق حتى 4 ديال الشوفان، نزيدو عليهم 2 بيضات ونزيدو عليهم القزبر ومعدنوس من بعد ما قطعتو، وغادي نزيد واحد رشيشة الملح ولا الملح حسب الذوق بحال اللي غديروا لوملات، يعني شوفوا قياسكم ديال الملح. وغادي ندير واحد رشيشة ديال الفلفل الاسود ونخلط المكونات كامله. اذا بعد ما خلطتهم غناخذ واحد المقلاه، ومن الافضل تكون مقلاه غير لاصقه ما كتلصقش، غادي نحطها فوق النار وندير فيها واحد شويه ديال الزويته، غير شويه هكذا ملعقه ما عمراش، ونخليها تسخن على النار، ومن بعد نفرغ فيها الخليط اللي عندنا. بعد ما تسخن المقيله نفرغوا فيها الخليط ونخليوه يطيب. اذا بالنسبه للخليط ممكن تخليوه بحال هكذا ولا تغطيو عليه، تغطيو عليه افضل فكيجي من فوق وطيب مزيان وبسرعه، ما كياخذش لنا الوقت. اذا تقريبا كنخليه واحد 2 دقائق، 2 دقائق ولا اقل، يعني غير كيبان لكم هكذا من الجناب تحمر خدا داك اللون الذهبي، فكنقلبوه بسرعه كيوجد. اذا اقل من 2 دقائق هو بان ليا هكذا احمر، فكناخذوا هكذا الملعقه وكنقلبوه للجهه الاخرى. ممكن تقلبوا هكذا بملعقه، ممكن تحطوا فوقها واحد الصحن ولا واحد الطبسيل وتقلبوها بالجهه الاخرى، يعني باش ما تهرش لكم تبقى هكذا محافظه على الشكل ديالها. انا غادي نوريكم كي كندير نقلبها بالطبسيل. اذا وكنبقى نراقب الجهه الاخرى، الجهه الاخرى ما كتاخذش الوقت دغيا كطيب بسرعه، الجهه الاخرى كتحمر وكطيب كتجي بحال هكذا. ها نتوما تشوفوا كيف كنقلبها بالطبسيل. صافي، من بعد ما طيب ليكم فكنحيدوها من فوق النار وكنزينوها باش ما بغيتو. اللي كيبغي الفروماج من الافضل يديرو وهي باقيه فوق، يعني باقا في المقله، يعني من بعد ما كنقلبوها ولا من بعد ما كتطفيو عليها وهي باقا سخونه كديروا فروماج باش كيدوب. وزينوها هكذا بشويه القزبر ومعدنوس مقطع وكنقدموها بالصحه والراحه، فكتجي لذيذه شهوه منها. اذا ممكن تستغناو على الفروماج، غير انايا الدراري الصغار كيف كتعرفوا راه كيبغيو الفروماج بزاف، فكنزينها لهم هكذا مره مره بفروماج. اما الا كنت باغيه غير ليا انا فكنزين هكذا غير بالقزبر ومعدنوس كافي، كتجي لذيذه وزوينه. وكنقطعها بحال هكذا، كنقطعها بحال هكذا بحال البيتزا، يعني طريفات صغار بحال التورتيه، كتجي زوينه رائعه من الداخل ومن الخارج كيف كتشوفوا، يعني سواء في الشكل ولا في المذاق. اذا وهذه هي الوصفه الاولى، شوفوها معايا من الداخل كتجي ولا اروع. اكيد ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف بزاف، وغتبقاو تنوعوا فيها كل مره تضيفوا لها الجديد، يعني تضيفوا لها اي حاجه بغيتوا، وتحافظوا على المكونات الرئيسيه اللي هي الشوفان والبيض. ممكن حتى اللي ما كيبغيش قزبر ومعدنوس ما يديرهمش، يعني دير غير الشوفان مع البيض ودير معاه كذا شويه المليحه وشويه الفلفل الاسود، ممكن تخلطوا معاه حتى شويه الفرماج من الاول حتى هو كيجي زوين وبنين. غير هي الطريقه كتبقى صحيه ولذيذه بزاف وغير مكلفه. اذا نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه الاولى. نمروا على بركه الله الوصفه الثانيه اللي حتى هي كتحضر بالمكون الرئيسي اللي هو الشوفان. اذا بالنسبه لهذه الوصفه الثانيه فغنحتاجوا ان شاء الله الماء والشوفان. عندي هنا كاس ديال الشوفان مع 2 كؤوس ديال الماء، كاس شوفان و 2 كؤوس ديال الماء. غادي نديروا الماء في شي كاسرونه هكذا ولا في شي ويميله ونخليوه يغلي مزيان مزيان، ومن بعد ما يغلي نضيفوا ليه الشوفان. صافي، فكنحركو كنضيف الشوفان وكنحرك وكنخليه فوق النار، نار متوسطه تقريبا كنخليه واحد 5 حتى 7 دقائق حتى كيطيب مزيان. ممكن تضاعفوا الكميه، انا درت كاس ديال الشوفان مع 2 كيسان ديال الماء. ممكن ديروا 2 كيسان ديال الشوفان مع 4 كيسان ديال الماء، ولا ممكن ديروا غير نصف ديال الكميه، يعني لا العدد قليل
دابا انا هنا وجدت ثلاثه غنوجد ثلاثه التحليات من الكؤوس الكبيره، يعني الا نتوما تاغي جوج الناس ولا ممكن نديرو غير النصف ديال الكميه. اذا غادي نبقى نحركو ونخليه عليه، نخليه هكذا حتى يطيب مزيان 5 حتى 7 دقائق. من بعد غادي نجيبو التمر والبنان. عندي انا هنا باش غادي ندير لها التحليه غندير لها التمر والبنان. عندي بنانه وحده فغادي نقطعها على زوج، غنخلي النصف للتزيين وغندير غير النص نقطع عشوائي ونضيفو ليهم. وكذلك التمر غتاخذوا شويه اللي بغيتو يعني باش يحلي ليكم، فغادي ندير التمر نحيدو العظم ونقطعو ونضيفو ليهم. نضيف كذلك كاس من الحليب. اذا غنضيف نفس الكاس اللي عبرت به، غادي نضيفو حتى هو من الحليب ونخلط المكونات مزيان حتى كتندمج مع بعضها. كنبقى نخلط مزيان مزيان حتى كيندمج داك البنان، ما كيبقاش يبان ليا مزيان داك البنان مع التمر مع الوصفه اللي طيب ديال الشوفان. وفي الاخير ممكن انكم تحليو، يعني اصلا راه حلو مع البنان حلو والتمر حلو، ممكن تزيدوا واحد شويه العسل، واحد الملعقه فقط من العسل ولا واحد المعلقه ديال الزبيب باش ما نضيفوش السكر، يعني باش كتجي تحليه متكامله زوينه ولذيذه بزاف، كتجي بحلاوه طبيعيه. وبالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري. اذا كنحيدها من بعد ما كنزيد لها الحليب وهاد المكونات، غير كنخلطها هكذا واحد شويه صافي. فكنطفي عليها النار وكنحطوها في فاش ما بغيتو، يعني في كؤوس فرديه ولا في شي زليفات ولا اي شيء بغيتو صافي. وكنزينوها بالشكل اللي بغينا. التزيين كيف قلت لكم كيبقى اختياري، كنزينو بخطوط ديال العسل ولا بمكسرات ولا بالفواكه ولا باي شيء متوفر عندكم، فكتجي هائله سواء في الشكل ولا في المذاق ولا اروع. اذا هنا انا زينت كيف شفتوا غير داك النص ديال البنان اللي بقى ليا، ودرت واحد الخطيطات هكذا ديال العسل وشويه المكسرات. اي حاجه عندكم في الدار ممكن انكم تستغلوها وتزينوا بها. نمر ان شاء الله الان للوصفه الثالثه. اذا في هذه الوصفه الثالثه كذلك غادي نحتاجوا الشوفان اللي هو الماده الاساسيه. غادي ندير كاس ديال الشوفان. كاس هنا عندي فيه 80 غرام، انا عبرته 80 غرام ديال الشوفان. ممكن انكم تضعفوا الكميه حسب الحاجه وحسب عدد الافراد. غادي نحتاجوا معها رشه فلفل اسود وشويه الملح وكذلك شويه الزعتر، واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، فقط هذه المكونات. اذا غادي ناخذ الماء، عندي طرو ديال الماء، غادي نديرو فوق النار يغلي. من بعد ما كيغلي الماء فكنضيفو ليه زيت الزيتون وكنضيف هذاك الكاس ديال الشوفان، كذلك كنضيف داك المليحه والابزار فلفل اسود، وكنحركو مزيان، كنحرك المكونات كامله وكنخليها طيب تقريبا من 10 حتى 15 دقيقه. كنغطي عليه ولا كنخليو غير الغطاء هكذا في النصف يعني باش ما يفيدش لينا، وكنخليوه يطيب من 10 حتى 15 دقيقه. اذا الزعتر ما كنديروش دابا، كنخليه حتى المرحله الاخيره حتى كيطيب باش كيحافظ على النكهه ديالو وعلى اللذه اللي فيه، يعني ما كنخليهش يطيب من الاول صافي. من بعد ما كتمر هذيك 10 حتى 15 دقيقه النار متوسطه. اذا فاش كنحل عليه وكتلقاو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، يعني كتلقاو انه عقاد وخاسر وطايب. فكناخذ الزعتر وكنحكو بين يديا، كنحكو فوق الكاسرونه يعني فوق الشوفان. ومن بعد ملي كندير الزعتر، الناس اللي كيبغيو الحليب ممكن انهم ياخذوا واحد الكاس كبير ديال الحليب ويديروا فوق الزعتر ويخليوه يطيب. يعني هنا هذا الحساء اللي كنوجد، هذا اللي بغاه بالحليب فيدير الحليب مع الزعتر، لاننا غادي نزيد واحد 5 دقائق ديال الطياب. اذا هو تقريبا كنوجدو تقريبا بين 20 بين 15 حتى 20 دقيقه المده الكامله اللي كيطيب ليا فيها. اللي كيبغي الحليب يديرو مع الزعتر ويخلي هاد 5 دقائق يغلي صافي، فكتكون الوصفه ديالي جاهزه. واللي ما كيبغيش الحليب يدير غير الزعتر بوحدو ويخليه واحد 5 دقائق صافي وطفي النار. اذا كاين جوج اختيارات، شي مرات كنحضروا بلا حليب هكذا غير بزويته بلديه، كنزين فوق بزويته بلديه، وشي مرات فكنحضروا بالحليب. فانتوما كتعرفوا ان الاطفال كيبغيو الحليب، وفعلا بالحليب كيجي زوين بزاف رائع، حتى بزيت الزيتون هكذا بوحدو فكيجي لذيذ وزوين. اذا ها نتوما عندكم الاختيار، كتشوفوا معايا الطريقتين بجوج بهم. الاول درت فيه غير زويته بلديه،
صافي وطفيت النار من بعد ما دازت 5 دقائق وانا دايره بالزعتر. والثاني زدت واحد الكويز الحليب مع الزعتر وخليته 5 دقائق عاد طفيت النار. اذا وصفات كلها رائعه بالشوفان، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وما تنساوش كيف العاده دعموا القناه وتخليو